ايطاليا مع لارا او امبارا الايطاليانو كل لارا. لو انتوا لسه جداد في القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكوا نوتيفيكيشن او اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده هناخد مع بعض الحلقه 10 من كورس الايطالي من كتاب كومي سيديتشا ان ايطاليانو، وهم على بعضهم 17 محادثه او 17 كونفرساسيوني. طيب زي ما انتوا عارفين طبعا تجيبوا ورقة وقلم علشان تكتبوا معايا، وبالنسبة للناس اللي بيسألوا على الكتاب تقدروا تحملوا الكتاب من خانة التعليقات، انا هكون سايبه لكم اللينك او من خانة الوصف. طيب المحادثة بتاعت النهاردة او la conversazione di oggi هي in comune. طيب in comune، الكومون اللي هو البلدية خلاص بتاعت كل مكان، او زي ما بنقول عندنا بالمصري كده الحي. ولكن في غلط الناس بتعملها، وهم بدل ما ينطقوا كلمة كومونه خلاص، لان ده النطق الصح بيقولوا عليه كومونه او كمونه خلاص، فالأعم بيقولوا كومونا، يعني بيك حتى مكتوبة بالعربي كاف ميم واو نون ت مربوطة. طبعا ده غلط، هي اسمها كومونا كومونا مش كومونا. يا ريت الناس تخلي بالها من النقطة دي علشان احنا بنتعلم ايطالي بصورة صحيحة. طيب هنبتدي مع بعض كده. هنا بيقول لنا طبعا احنا عارفين البطل بتاع الكونفرساسيون او الكتاب ده هما اتنين او تلاتة، عندنا موار وعندنا حسن. طيب اول حاجة هنا بيقول لي حسن ديفي اسكريفر سي الاناجرافي، يعني حسن عاوز يسجل نفسه اسكريفرسي، المقصود بيه ان هو يسجل نفسه في الاناجرافي. المقصود بالاناجرافي اللي هي تسجيل البيانات الشخصية زي السجل المدني كده. chiedere informazioni sugli uffici del comune، وبيطلب خلاص معلومات او بيسأل عن معلومات من مكاتب التابعة للكومونة. طيب هتشوف كده، هو هنا بيقول بونجورنو sono cittadino straniero e devo fare l'iscrizione anagrafica، يعني انا مواطن اجنبي sono cittadino straniero ولازم خلاص اعمل l'iscrizione anagrafica او تسجيل البيانات. dove devo andare، يعني لازم اروح فين. طبعا احنا عارفين ان dove اداة استفهام للسؤال عن المكان، فالموظفة ردت عليه قالت له devi andare all'ufficio anagrafe، يعني حضرتك لازم تروح مكتب تسجيل البيانات. فبيقول لها devo metter me in fila، يعني لازم احط نفسي in fila اللي هو الفيله اللي هي الطابور. قالت له devi prendere il numero، يعني حضرتك لازم تاخد الرقم e aspettare di essere chiamato، وحضرتك تستنى لحد ما ينادوا عليك. بعد كده chiedere l'iscrizione all'anagrafe، يعني طلب التسجيل في السجل اللي هو يعتبر السجل المدني. buongiorno devo fare l'iscrizione anagrafica sono cittadino straniero sono singalese، صباح الخير انا عاوز اعمل تسجيل البيانات الشخصية، sono cittadino straniero انا مواطن اجنبي سنغاليزي، يعني سنغاليزي يعني من السنغال. فقامت قايله له الا بريما فولتا كي فيني ان ايطاليا، يعني هل دي اول مره لحضرتك في ايطاليا؟ ام قايل لها سي. deve portare il codice fiscale il passaporto e il permesso di soggiorno validi. È sposato. طيب devi portare، يعني حضرتك لازم تجيب الكوديجي فيسكالي اللي هو الكود الضريبي الخاص بكل حد، الباسابورتو الباسبور، البرميسو دي سوجورن تصريح الإقامة، فاليدي يعني كل الكلام ده صالح. فبعديها بتسأله بتقول له إيه سبوزاتو، يعني هل حضرتك متزوج؟ أم قايل لها سي.
فقامت قايله له allora، قالت له اذا او حيث كده devi portare anche il certificato di matrimonio. المقصود بالcertificato di matrimonio اللي هو عقد الجواز او وثيقه الجواز. فبيقول ايه، مي سكوزي، بيقول لها عذرا، io non ho il codice fiscale، يعني انا ما معيش او ما عنديش الكود الضريبي. in quale ufficio devo andare per farlo، in quale ufficio، يعني في اي مكتب devo andare، لازم اروح per farlo علشان اعمله. قالت له non lo può fare qui، يعني انت مش هتقدر تعمله هنا، devi andare all'agenzia delle entrate، يعني انت لازم تروح على الاجنسيه delle entrate. فبيقول لها dove، هي فين؟ قالت له vicino alla costura، e vicino alla costura يعني هي قريبه من الكستوره او قسم البوليس، in via Manzoni، في شارع Manzoni، al numero 10، رقم 10. بعد كده هنا بيقول لنا ايه، مور ديفي فاري لا كارتا دي ايدنتيتا، يعني مور لازم يعمل بطاقه الهويه. Buongiorno, sono un cittadino straniero e devo fare la carta di identità. يعني صباح الخير، أنا مواطن أجنبي ولازم أعمل بطاقة الهوية اللي هي la carta di identità. Quali documenti servono؟ يعني إيه هي الورق أو الوثائق التي تلزم؟ فبتقول له لي إيه un cittadino comunitario o non comunitario؟ المقصود بيها يعني هل أنت مواطن من دول الاتحاد ولا من بره الاتحاد؟ أم قايلها نون كومونيتاريو، من بره الاتحاد، سونو سينجاليزي، أنا سنغالي. فقامت قايله له سيرفانو il permesso di soggiorno e il passaporto validi، يعني يلزم تصريح الإقامة والباسبور validi. validi قلناها إن هما يكون صالح. devi portare anche tre fotografie formato tessera، يعني حضرتك لازم تجيب معاك ثلاث صور على اللي هي فورماتو تسرا، اللي هي بيكونوا في حجم التسرا اللي هي البطاقات، الصور الصغيرة الأربعة في ستة. بعديها هنا بيسألها بيقول لها كوانتو كوستا فاري لا كارتا دي انتيتا، يعني كم بيتكلف عمل بطاقة الهوية؟ قالت له كوستا 542 يورو، يعني بتتكلف 5 يورو و42 سنت. دا باجاري سوبيتو، دا باجاري سوبيتو المقصود انك بتدفعها دلوقتي. كوانتو تيمبو ديفو اسبيتاري، يعني قد ايه الوقت اللي انا لازم خلاص استناه per avere la carta di identità، علشان اعمل بطاقة الهوية. فمت ايلالو le diamo la sua carta di identità il giorno stesso in cui viene a farla، يعني احنا بنديها لحضرتك il giorno stesso، يعني في نفس اليوم اللي حضرتك بتيجي علشان تعملها. per quanto tempo è valida، يعني المدة قد ايه هي صالحة؟ قالت له vale، اي انها صالحة 5 anni، لمدة 5 سنين. se prima di 5 anni però non rinnova il permesso di soggiorno deve riconsegnare la carta d'identità qui in comune. فبتقول له se prima di 5 anni non rinnova il permesso di soggiorno، يعني لو في خلال الخمس سنين دول حضرتك ما جددتش تصريح الإقامة، deve riconsegnare، لازم تسلم la carta d'identità، لازم تسلم بطاقة الهوية خلاص هنا في الكومونة، اوكي، اي في البلدية. طيب هنا بيقول لنا كومي سي كياما سبورتيلو، المقصود بسبورتيلو الشباك اللي احنا بنوقف نخلص فيه الورق. كوديتشي فيسكالي تسرا سانيتاريا، ان احنا بنحول الكود الضريبي ده خلاص لبطاقة الكترونية زي ما انتوا شايفين. فوتو تسرا، اي المقصود بيها الصورة الصغيرة اللي احنا بنستخدمها علشان بتكون صورة بحجم البطاقة، يعني كارتا دي انتدا اللي هي بطاقة الهوية.
بعد كده هنا بيقول لنا موار كيد اون سيرتيفيكاتو دي ريزيدنسا، يعني موار بيطلب شهادة إقامة، الريزيدنسا المقصود بيها الإقامة. بونجورنو، صباح الخير، او بيزونيو دي اون سيرتيفيكاتو دي ريزيدنسا، يعني أنا في حاجة إلى خلاص شهادة إقامة. quali documenti devo portare، يعني ايه هي الاوراق او الوثائق اللي انا لازم احضرها. قامت قايله له lei abita in questo comune، يعني هل حضرتك عايش في نفس البلديه دي المحيط؟ قال لها سي اه. قالت له devi portare la carta di identità، يعني حضرتك لازم تجيب بطاقه الهويه، il permesso di soggiorno تصريح الاقامه، e il passaporto validi والباسبور صالح. فبعديها قال لها devo pagare per avere questo certificato، يعني هل انا لازم ادفع علشان احصل على الشهاده دي؟ قالت له no، لا، il certificato di residenza è gratuito، يعني شهاده الاقامه gratuito المقصود بها ان هي مجانيه. طيب بعد كده عندنا في الجزء بتاع الانفورماسيوني هنا بيقول ايه، سي بيردي لا كارتا دي ايدنتيتا، لو انت ضيعت بطاقة الهوية ديفي فاري لا دينونشا على بوليتسيا او اي كارابينيري، يعني انت لازم تعمل محضر في قسم البوليس او عند ضابط الشرطة. vai poi all'ufficio anagrafe del comune، بعد كده هتروح المكتب بتاع تسجيل البيانات في الكومونه con il documento che ti hanno dato polizia o carabinieri، بالوثيقه اللي البوليس اداها لك. هاي سوبيتو، وهيكون معاك فورا una nuova copia della carta della carta di identità، وهيكون معاك نسخه جديده من بطاقه الهويه او نسخه اوريدي طبق الاصل يعني. بعد كده الشتاديني كومونيتاري، يعني المواطنين اللي هم الكومونيتاري المقصود بها ايه؟ sono quelli che vengono da un paese dell'Unione Europea، يعني هم المواطنين اللي بيجوا من دولة اتحاد أوروبي. i cittadini non comunitari، في حين ان المواطنين non comunitari sono quelli che vengono da un paese che non fa parte dell'Unione Europea، يعني هم اللي جايين من دولة لا تشكل جزء من الاتحاد الأوروبي. انا عندي هنا fa parte، انا عندي fare parte اي نوع بيشكل جزء. طيب هنا عندنا بعد كده بيقول لنا سعيد كيده un certificato di idoneità alloggiativa، كلمة طويلة شوية، يعني سعيد بيطلب شهادة خلاص للالوجاتيفا اللي هي المقصود بيها المكان اللي هو بيقعد فيه. طب هنشوف ايه عامة، لان انا الحقيقة معرفهاش. مي سكوزي، يعني عذرا، in quale ufficio devo andare per richiedere، هنا richiedere يعني اطلب تاني، يعني في اي مكتب لازم اروح علشان اطلب il certificato di idoneità dell'appartamento dove vivo، يعني صلاحية الشقة اللي انا بعيش فيها. فقالت له devi andare all'ufficio anagrafe، يعني حضرتك لازم تروح مكتب بتاع تسجيل البيانات، in fondo يعني في الآخر الممر، in fondo al corridoio a destra على اليمين. بعدها قال لها buongiorno ho bisogno di un certificato di idoneità del mio appartamento، يعني أنا في حاجة إلى ho bisogno di خلاص لشهادة صلاحية شقتي. فبتقول له ho capito ha bisogno dell'idoneità alloggiativa، هي اسمها كده بقى. per quale motivo، لأي سبب، per far venire i miei genitori in Italia، يعني علشان أجيب والدي لإيطاليا. طيب معنى الكلام ده إن الشهادة دي خلاص وقت لما حد يعمل لحد استضافة لازم يكون المكان اللي هو بيسكن فيه ده صالح، فإذا الشهادة دي اسمها ادونيتا اللوجاتيفا. طيب
بعد كده قالوا ديفي بورتاري لا كارتا دي ايدنتيتا، يعني حضرتك لازم تجيب بطاقة الهوية يل بيرميسو دي سوجورنو وتصريح الإقامة والباسبورتو فاليدين. قلناها خلاص. او جا كويستي دوكومنتي، فهو بيقول لها انا اوريدي معايا الورق ده كله، ديفو بورتاري انكي التري كوزي، يعني هل انا لازم اجيب حاجة تانية؟ قالت له لي ابيتا ان ان ابارتامنتو ان افيتو، يعني حضرتك عايش في شقة ايجار؟ قال لها سي اه. قالت له allora، قالت له اذا ديفي بورتاري il contratto d'affitto، يعني حضرتك لازم تجيب عقد الايجار بتاع الشقة con i certificati catastali وبكل الشهادات المتعلقة بيه. può avere maggiori informazioni all'ufficio stranieri، يعني ممكن حضرتك يكون عندك معلومات أكتر لو رحت الأوفيتشو سترانيري اللي هو المكتب الخاص بالأجانب in via Roma، في شارع روما. طيب دلوقتي هنا بيقول لنا كوزا سينيفيكا، يعني ماذا يعني الحاجات الثلاث حاجات دول. اول حاجه الشيرتيفيكاتو، الشيرتيفيكاتو الشهاده، بيقول اي ان فوليو كي ريكيدي ان كومونه اون التري انتي، يعني المقصود هو عباره عن ورقه فوليو بتطلبها يا من الكومونه يا من جهات اخرى. كلمه انت معناها جهه اخرى، كي اسيكورا ان هي بتضمن كي كويلو كي تو ديكياري، يعني بيضمن ان الحاجة اللي انت بتعلن عنها خلاص او بتقرها. هنا ديكياري جاء من فيربو ديكيا ديكياراري، زي ايه؟ il posto dove vivi، يعني المكان اللي انت بتعيش فيه، la tua data di nascita، تاريخ ميلادك، è vero، صحيح. طيب بعد كده الكونتراتو دافيتو او الكونتراتو دي كومبرا فينديتا، يعني عقد الايجار او عقد بيع وشراء. ايه الدوكومنتو دوفي فييني سكريتو كي اونا بيرسونا، يعني هو عباره عن عقد خلاص او عباره عن ورقه بيكون مكتوب فيها ان الشخص اللي تي اداتو ان افيتو، اللي اجر لك او تي افندوتو اونا كازا دي sua proprietà، ان الشخص ده باع لك او اجر لك حاجه كانت ملكه. proprietà يعني ملكه. بعد كده lo sportello او الشباك، ايه il posto dove puoi trovare un impiegato، il posto dove puoi trovare يعني هو المكان اللي تقدر تلاقي فيه الموظف del comune، موظف ايه اللي هو البلديه، che riceve i cittadini اللي هو بيستقبل المواطنين، e da informazioni وبيدي معلومات. بعد كده هنا عندنا حسن سي انفورما سوي سيرفيزي دلو ستاتو تشيفيلي، يعني حسن بيستعلم، سي انفورما يعني بيستعلم عن خدمات الحالة الاجتماعية. بونجورنو، صباح الخير، vorrei sposarmi in questo comune، يعني انا عاوز اتجوز في هذه البلدية. sposarmi verbo sposarsi وهو verbo riflessivo، e vorrei sapere cosa devo fare، وعاوز اعرف اعمل ايه. قامت قايله له devi andare all'ufficio di stato civile، يعني حضرتك لازم تروح لمكتب الاحوال المدنيه، لي وهناك le possono dare tutte le informazioni necessarie، وهناك هيقدروا يدوك كل المعلومات الضروريه. Buongiorno, quali documenti servono per sposarsi in questo comune؟ يعني ايه هي الاوراق التي تلزم للزواج في هذه البلدية؟ قامت قايله له devi fare la richiesta in questo ufficio، يعني حضرتك لازم تعمل طلب في هذا المكتب. Gli sposi اللي هم الازواج، i testimoni اللي هم الشهود، devono poi لازم بعد كده presentarsi in comune، لازم ييجوا يحضروا نفسهم الى الكومونه con la carta di identità valida، ببطاقة هوية صلاحية صالحة.
In quali giorni è possibile sposarsi? يعني ايه هي الايام اللي من الممكن الواحد يتجوز فيها؟ قامت قايله له tutti i giorni della settimana, كل ايام الاسبوع. فبيقول لها c'è da pagare, يعني في حاجه هتدفع؟ قالت له اه سي c'è da pagare, في حاجه تدفع. devi pagare di più, لازم كمان تدفع, او di meno, يا أكتر يا أقل, سيكوندو الجورنو كيشلي, على حسب اليوم اللي انت بتختاره. بعد كده قال لها ميسكوزي, يعني عذرا, او نالترا دوماندا, او نالترا دوماندا, يعني انا عندي سؤال تاني. ميا سوريلا اسبيتا اون بامبينو, يعني اختي خلاص في انتظار طفل. كوزا دوبيامو فاري كواندو ناشي, يعني لازم نعمل ايه في حالة ان الولد او الطفل ده هيتولد. قالت له سوا سوريلا لا ريزيدنسا ان كويستو كومونه, يعني هل اختك قاعدة في هذا الكومونه؟ قال لها سي اه. قالت له allora اذا entro 10 giorni dalla nascita del bambino, يعني في خلال 10 ايام, entro المقصود بيها في خلال 10 ايام من ولادة الطفل, dovete venire in questo ufficio, يعني انتو لازم تيجوا للمكتب ده. خلاص كل carta di identità, بطاقة الهوية, الشرتيفيكاتو دي نشطة, وشهادة الميلاد rilasciato dall'ospedale, اللي المستشفى بتصدرها. البامبينو الشتادينو ايطاليانو, يعني هل الطفل مواطن إيطالي؟ نو no, لأ. I figli nati in Italia da genitori stranieri, يعني الأولاد اللي هم اتولدوا في إيطاليا من أبوين أجنبيين, كومونيتاري اللي هم دول الاتحاد الأوروبي, ونون كومونيتاري خلاص أو من بره الاتحاد الأوروبي, non ottengono la cittadinanza italiana con la nascita, يعني مش بيحصلوا على الجنسية بمجرد الولادة أو لما يتولدوا. بعد كده عندنا هنا aliene chiede informazioni all'anagrafe, بتطلب معلومات من الأناجرافي. Buongiorno, vorrei sapere cosa devo fare, يعني أنا عاوز أعرف cosa devo fare, لازم أعمل إيه per iscrivermi all'anagrafe di questo comune, علشان أسجل خلاص نفسي في هذا, أسجل بياناتي الشخصية في هذا الكومونة أو البلدية. قامت قايلة لها لي إيه تشتادينا كومونيتاريا ونون كومونيتاريا, يعني هل حضرتك مواطنة من دول الاتحاد أو من بره الاتحاد؟ قالت لها سونو تشتادينا كومونيتاريا سونو فرانشيزي, يعني أنا مواطنة من دول الاتحاد فرنسوية. قالت لها بير كوانتو تيمبو سي فيرما إن إيطاليا, يعني لمدة كام من الوقت حضرتك هتكوني في إيطاليا؟ قالت لها per 3 anni, لمدة 3 سنين. per quale motivo è in Italia, يعني لأي سبب حضرتك في إيطاليا؟ قالت لها per studio, يعني للدراسة. allora devi portare un certificato di iscrizione alla scuola che frequenta, يعني حضرتك لازم تجيبي شهادة تسجيل من المدرسة اللي حضرتك ايه بتلتحق بيها, اللي هي frequentare يعني يلتحق. L'assicurazione sanitaria, والتأمين الصحي, وuna dichiarazione sulla sua situazione economica, ودichiarazione المقصود بها اللي هي إقرار بحالتك المادية, sui soldi che puoi spendere, والفلوس اللي حضرتك ممكن تصرفيها. قالت لها c'è un ufficio che mi può aiutare con i documenti, يعني هل في مكتب ممكن يساعدني مع الأوراق؟ قالت لها سي أيوه, c'è l'ufficio stranieri, يعني في مكتب الأجانب في via Roma, في شارع روما, è aperto il lunedì il martedì dalle 9 alle 12, يعني هو فاتح يوم الاثنين والثلاث من الساعة 9 للساعة 12. قالت لها grazie, arrivederci. بعد كده احنا كده خلاص خلصنا خلاص, ودي كانت الكونفرساسيون في الكومونة زي ما احنا شفنا كده. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة, وبكده هيبقى باقي لنا بالظبط
7 كونفرساتيون هحاول ان انا انزلهم على مدار الايام اللي جايه، يعني هحاول انزلهم بكره وبعده علشان عاوزه ابدا السنه الجديده وانا مخلصه الكورس بتاع الكونفرساتيون، فانا هحاول اعمل ده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس، واشوفكم الحلقه الجايه. تشاو.